بعد ما صار باسم يساري مدير الشركة، أخوه ارتكب جريمة وبعدين انتحر، وهو هلأ حالياً عم بيحاول يجمع الشركة ويرجع اعتبار آل يساري. وكل المعلومات اللي بتلزمك موجودة بهذا الملف، بس يعني ما في أي معلومة غريبة. ما في شي غريب أبداً؟ لا ابنوب. شو هالحكي؟ طيب عذبتك. أنا بأمرك. شكرا لك. أنا بأمرك. مو فاضي، شو بدك؟ على أساس فريدة كانت مصدقة أنك باسم، في شرطي قديم وظفته ليسأل عنك. شرطي؟ شو عم تقولي؟ لا تخاف، الزلمة بيشتغل عنا، بس فريدة ما رح تقعد عقلة أبدا. وين ملاقي باسم هيك وحدة غريبة مثلها؟ أنا رايح أمريكا، عندي شغل مهم. تمام. شو رشا؟ شو صاير؟ ليش هيك صوتك؟ أنت منيح؟ ما فيني شي. لازم تجي لعندي فورا بأقصى سرعة. شوفي، لا تكوني لقيتي. هرب من إيدي الحشرة، صار بيعرف إني عم دور عليه وراح يحتاط. أنا جاي لعندك فورا. كيف عم يصير هيك يا رشا؟ لك ولد عمره 18 سنة قدران يلعب فيكي بأصابيعه، كيف بيقدر يهرب من بين إيديكي؟ كان واقف قدام عيونك. باسل، ليك اسمعي. شو بدي اسمع؟ الشغل يلي صار لي شهور عم خطط له، علي رح يدمره. أول ما يفتح تمه اللعبة بتنتهي، وانتي بتعرفي هالحكي. الله يغفرك. باسل لا تعمل هيك. خلص. شو أعمل لكان؟ باسل سيطر على أعصابك شوي. أول ما عرفت إنه علي طلع ركضت وراه على المشفى فورا. مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيك. فيني أسأل سؤال؟ تفضل. أختي الصغيرة هي هون بالمشفى، وأجيت مشان شوفها. رفيف كارتاش. مع أنه عملنا كل شي منقدر عليه، بس ما قدرنا ننقذ أختك. شو عم تقولي أنتي؟ فيكي تتأكدي مرة تانية؟ قالوا بعد العملية بتصير منيحة. مع الأسف، البقية بحياتك. رفيف، 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 ليش يا أختي؟ علي تعال لهون. علي،
هلا لوين بدك تهرب؟ قلي. لما سمعت صوت الشرطة برمت وشي لأتأكد، وأصلاً أنا ما صدقت كيف هرب بهالسرعة. لا أصدقي يا روحي، هاي المحامية بحياتها كلها ما ربحت قضية واحدة بس. رح تلاقي علي قبلك على فكرة. أنا رح لاقي علي وجب لك يا قبل ريما، بوعدك. هلأ وقتها، ما قلت لك أنا بشوفها. أنا بشوفها، أنت روحي على شغلك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.